من ولاد النادي الاهلي صح؟ انا من 2012 2013 يعني انا متواجد من النادي الاهلي ومن داخل اختبارات النادي الاهلي. من ساعتها بقى وانا متواجد. انضميت ازاي للنادي الاهلي؟ يعني قصه انضمامك حصلت ازاي؟ اللي حصل يعني كان زي اي حد رايح اختبارات وكده. كان في مدرب كان بيمرني وانا صغير وكده اسمه كابتن سيد البراجيلي، فهو وداني النادي الاهلي، كلم الكابتن مجدي كراره وقال له في عنده ولد كويس وكده فشوفه كده. فروحت اختبارات، كان ساعتها كان ماسك الفرقه 2000، انا 2001 بس روحت اختبارات على فرقه 2000. فروحت كنت كان متواجد كابتن سيد محمدين وكابتن احمد جمال مساعد ليه. فمن ساعتها رحت اختبارات، اول تمرينه لمست الكره مرتين فقال لي هات باباك وتعالى امضي. فقلت له خلاص اوكي ماشي وكده. فساعتها ايه كان في اختلاف ان انا ايه المدرب اللي جايبني هو عايز فلوس ومش عارف ايه، فهو القصه خلصوها مع بعض. فانا ساعتها الورق مضيته ومضيت في النادي الاهلي وبقيت متواجد في النادي الاهلي. طيب انا عايزكم تاخدوا معانا تليفون من واحد من نجوم